أخبار اليوم. أهلا، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سليمان جمعة سليمان في كلية التمريض. بحب أشكر كل الجهود المبذولة يعني عشان خاطر ده كله يوصل للفجرة، بس في كمان في حاجات تانية كتير البلد محتاجاها، في كتير للشباب، في كتير للأرامل. البلد فيها نسبة كبيرة جدا من الناس اللي هي مش لاجئة، مفيش أي مصدر دخل. البلد 99% منها 99.5% من معدوم الدخل، مفيش أي مصدر دخل غير المحاير للناس. كل الناس مش لاجئة أي مصدر دخل، مفيش غير المحاير وكمان الفلاحة كده كده معدومة ومفيش منها مصدر. الناس الفلاحين تعبانين، وكمان المحاير 90% من الناس اللي بيروح، الواحد بيبقى عنده عيل او عيلين، اتنين واحد منهم بيموت والتاني بيتعوق وبيقعد في البيت، فمفيش اي مصدر دخل. فاحنا عايزين كمان الناس زي ما هي بصت لفوق يبص كمان للناس اللي هي اللي مش لاقيه تشتغل، والناس الشباب. انا دلوقتي واحد في الكليه عايز اطلع، عايز اشتغل الاقي شغل، وكمان عايز اطلع واشتغل واعيش حياتي واتجوز، ده حق. انا مش قادر احدد العدد بالظبط، بس في عدد كبير يعني. في البلد هنا مش القريه بس، القريه ليها ملحقات تانيه كتير، ليها اربع يعني كذا عزبه تاني وكذا قريه في بعض، دي مش قريه واحده فيها. يمكن انا ما اقدرش احدد العدد بالظبط، بس في يمكن من اكتر، يمكن اقول لك يمكن نص مليون، ونص مليون ناس. انا في ناس كثيره ما فيش معديني، ما فيش يعني. انا عايز دلوقتي حاجه، عايز اتكلم عن حاجه بالنسبه لامهاتنا الكبار. دلوقتي الواحده فيهم لما يحلوا عليها بيعملوا لها مثلا معاش بتقبض منه، قبل ما بتركب بتروح اخر الدنيا عشان تقبض، بتروح برسالة بتروح الشيخ فضل عشان تقبض، بتضيع نص الفلوس، تاخد كام مواصلات رايح وكام مواصلات جاي. هو ده اللي انا عايز اتكلم عنه. عايز نعمل مكتب بريد، عايز نعمل مكتب للشؤون الاجتماعيه للتضامن الاجتماعي، عشان خاطر الحريم دي ان هي ناس كبيره وناس مش قادره تمشي، عشان احنا قدرنا نوفر لهم دخل او معاش. هو كده كده الله اعلم ان هو مش بيكفي، بس احنا كمان عايزين يعني ايه نوفر على الامهات دي. هي عيانه اصلا، هو حتى كمان في حته عايز اتكلم عنها بالنسبه للوحده الصحيه. الوحده الصحيه الدكتور بيبقى موجود يوم، الدكتور بيبقى موجود يوم يعني يوم في الاسبوع، بيبقى من ساعتين في الصبح وخلاص. الوحده دلوقتي لو تعبت في الليل، لو عايز اي واحد، في ناس بتتعب في الليل وبتروح وتتوكل على الله. انا دلوقتي واحد مثلا في كليه التمريض وعارف النظام الصحه، وعارف ان في ناس بتبقى في حالات حرجه كتيره، وفي ناس بتبقى يعني ايه تعبانه جوه، والوقت لما يجي يروح المستشفى ما يلاقيش حد، فبيموت في الطريق وخلاص والسلام عليكم. بالنسبه لواحده، لو واحده يعني لو واحده بتولد مثلا، بتيجي المستشفى ما فيش اي دكتور، بتروح بتضطر انها تروح بين وزار بتتعب. فده كله، دي كلها حياه احنا عايزينها. عايزين الدكتور يبقى موجود مثلا بسرعه، موجود باستمرار. عايزين نوفر حياة لأمهاتنا الكبار، عايزين نوفر للشباب، عايزين الناس اللي هي طالعة، الناس الشباب الصغير اللي طالع ده يطلع يلقى مستقبل كويس، ما يعيش المعاناة اللي احنا عشناها ولسه هنعيشها. مفيش مصانع هنا؟ في دلوقتي في حتة كمان عايز أتكلم عنها بالنسبة لفي مصنع، في مصنع الأسمنت أسك المنة اللي اتعمل جديد، في كمان خدمات تاني. البلد حقها ضايع في كل ده. البلد دي المفروض يبقى لها حصة زيها زي أي بلد تاني، يبقى في ناس موظفين. دلوقتي في مثلا البلاد التانية اللي حوالينا، في النصرية، في الشيخ فضل، الناس دي بيبقى لها كحصة زي حاجة زي حصة في مثلا في المصنع. الناس دي بتروح تشتغل، في ناس كتيرة بتروح تشتغل وبتروح تتوظف. طب ليه احنا بلدنا ما بتبقاش موظفة؟ احنا مش عايزين نقول حاجة تاني. دلوقتي البلد دي انا ناس، في ناس معاها مؤهلات، في ناس معاها دبلومات، ليه واحد يروح يجي من بلد تاني من جنب يشتغل عندي في البلد وانا معايا نفس المؤهل، او معايا مؤهل اكبر اقدم منه او اكبر منه سنا؟ طب ليه انا موجود بنفس الكفاءة واقدر اشتغل؟ طب ليه يعني انا ليه مثلا اروح اجيب واحد من اخر الدنيا واشتغل، وانا اروح اتفلح في المحجر؟ او وكمان والله اعلم، وفي نماذج كتيره جدا من الناس المعوقين والناس اللي ماتت، نماذج كتيره من الناس، واقدر اجيب لك 100 نموذج للناس المعوقه والناس التعبانه.